يا أهلا يا أهلا، أخباركم إيه؟ النهاردة اتجمعت أنا وصديقاتي وقلنا نفطر فطير مشلتت، فجينا طبعا عند فطاطر الحسين. المكان موجود في أبو ظبي على الكورنيش مقابل مجمع خليفة للطاقة. تابعونا لنهاية الفيديو وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، واللي يجي ويجرب يقول لنا إيه رأيه في التعليقات. تعالوا معنا دلوقتي داخل المحل مع الاستاذ مختار الحسيني. ممكن تعرفنا بالمكان؟ احنا فطاطر الحسين ابو ظبي في شارع خليفة بن زايد الاول. كنا في النادي السياحي قبل كده وانتقلنا من النادي السياحي، كنا بقالنا 30 سنة في النادي السياحي، انتقلنا من النادي السياحي في شارع خليفة ابو ظبي. احنا فطاطر الحسين منذ 1984 ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، بفضل الله عز وجل الشركات اللي موجوده عندنا تقريبا يعني احنا اقولها ازاي، مش عايزين نفضل نفسنا على حد، بس الحمد لله. لا بس بصراحه انا جيت على السمعه. اهلا وسهلا بحضرتك وعلى الناس اللي جربوا عندك. احنا عندنا جميع انواع الفطير المصري بجميع انواعه، سواء حشو سواء مشلتت الفلاحي بتاعنا اللي هو متعارف عليه على كل المصريين، وكل العالم دلوقتي تقريبا العربي يعرف الفطير المشلتت المصري. عندنا الفطير المحشي بجميع انواعه، حاجه كواليتي نمبر 1 يعني الحمد لله رب العالمين. يليهم عندنا البيتزا الايطالي كلها بجميع انواعها. عندنا الرولات بتاع اللي هي مختصه برضو بشغل الفطير. عندنا الرقاق المصري، الرقاق طبعا احنا هنا الحمد لله رب العالمين الوحيدين اللي مش عايزه اقول لك كل المصريين بيدوروا على الرقاق. لا يا فندم احنا تحت امر حضرتك، الرقاق بتاعنا موجود. ده الرقاق يا جماعه ما شاء الله. الرقاق عندنا البسطات طبعا كل عارفها طبعا، بس احنا مختلفين فيها شويه الحمد لله. يليه جميع انواع الفطير الحلو موجود عندنا، فطير بالبسبوسه، فطير بسبوسه وقشطه، عندنا القشطه والعسل، عندنا ستيكرز، عندنا اللوتس، عندنا القشطه ومكسرات السكر، قشطه وعسل، كل الحاجات الحلوه موجوده عندنا الحمد لله. والفضل كلها حاجات بلدي بنسبه 100%. الحمد لله. طب سؤال، هو في توصيل داخل ابو ظبي؟ في توصيل داخل ابو ظبي، نعم. طب لو خارج ابو ظبي خليفه الاماكن دي ولا مفيش لسه؟ كل التوصيل موجود في اي مكان. تمام. يعني في اي مكان التوصيل متواجد عندنا الحمد لله. طيب ممكن نصور الفطير؟ اتفضل يا فندم، اتفضل. وعليكم السلام. شيف عماد معانا يا جماعه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كنت عاوزة أسأل بالنسبة للفطير، اتفضلي يا فندم. لو أنا حبيت أعمله في البيت، هو حضرتك بيرجع على حسب نوع الدي اللي أنت هتشتغل فيه يا فندم، لأن احنا بنشتغل بنوع دي خاص. تمام. خاص بالشغل بتاعنا أكيد طبعا، إنما طبعا أي دي حضرتك أي ست البيت حضرتك بيبقى اللي هو متواجد في الأسواق. تمام. إنما احنا كمحل هنا حضرتك بنشتغل بنوع دي خاص للشغل بتاعنا أكيد طبعا. دلوقتي حضرتك أنا بعمل بقوم بتحضير العجين عشان شغال فطير مشلتت فلاحي. تمام. بنشتغل حضرتك المشلتت فلاحي في السمنه البلدي جاموسي، وبعد كده بيليها السمنه البلدي. بنشتغل الفطير على مثلا حضرتك شغل فريش كولس، وبنقدم على اعلى مستوى يعني حضرتك احنا لنا شغل متصور. لا والمكان كمان نظيف ما شاء الله. فضل حضرتك عجينة واحدة وابدأ افرغ الشغل قدام حضرتك. تمام.
حضرتك الفطير المشلتت عندنا بيبقى عده طبقات فوق بعض. كل طبقه بتاخد السمنه بتاعتها، السمنه بلدي، طبقه فوق طبقه فوق طبقه لغايه ما تكون الفطيره كلها. حضرتك بعد ما بعملها بسيبها تخمر قدام النار شويه من 10 دقائق لربع ساعه، بعد كده بسويها في الفرن. تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده الشيف اسلام بعد ما فرغ العجينه كده عمل طبقه ثانيه ما شاء الله، حط السمن بتاعه السمن البلدي ويبدا يقفل العجينه زي ما احنا شايفين كده، ويبدا في تفريغ العجينه الثالثه. الله الله الله، بسم الله ما شاء الله. الشغل المصري يا جماعه معروف في كل حته ما شاء الله. انا عن نفسي دلوقتي طبعا طبعا ان شاء الله هنغدي حضرتك ما تقلقيش. كده زي ما احنا شايفين السمن البلدي حضرتك. بعد ما انتهينا من تحضير الفطيره المشلتته هتبقى بالطريقه دي كده. طبعا دلوقتي احنا جاهزين ان احنا بنرجع الفطيره المشلتته عشان ندخلها النار نقوم بالتسويه بتاعتها. طبعا كل اللي احنا فيه دوت بتوجيهات الرئيس الكبير الشيف مختار الحكيمي، كلنا شغالين على التوجيهات بتاعته. وطبعا احنا في شغلنا الحمد لله رب العالمين بنعمل شغل نمبر 1 بطاطس الحسين شارع خليجي ابو ظبي، بنقدم شغل لعملائنا الكرام من اجود انواع الشغل عندنا نمبر 1 رقم 1. دلوقتي حضرتك هندخل الشيره عشان نسويها في النار.
عليها الزبده البلدي. زي ما حضراتكم شايفين كده بعد المشتت ما خدت السوى المظبوط بتاعها. Yeah.